بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هنكمل دلوقتي مع بعض ستون التعليم فيديو لبرنامج التصميم الإنشائي بركن 2 و3 من 10 عدد مهندس أيمن محمد أنديب. هدخل دلوقتي على درس النهاردة، درس مهم جدا وهو بعنوان Design of Retaining Wall أو Design of Cantilever Retaining Wall. بنتعرض دايما للكانتيليفر دي Retaining Wall دي في حاجات كتير زي الشيت بايل او الحوائط الخرسانية الساندة سواء كان السدود او الخزانات او نتعرض ليها في حوائط البتروم، بتسند جنب كبير من الاتربة. فلو جينا بصينا على الشكل الهندسي للحائط، الحائط عبارة عن حائط رأسي وأدمة أفقية. ليه الأدمة من هنا أكبر من هنا؟ لأن الحمل اللي بيأثر أفقيا هنا بيعمل عزم انقلاب للحائط، فبالتالي لازم الرجل دي تكون كبيرة أو مساحتها كبيرة. ليه؟ عشان تشيل جزء كبير من الأتربة، فالجزء كبير من الأتربة ده بيعمل ديد لود. الديد لود ده بيعمل لي overturning الناحية دي أو انقلاب للرجل الناحية دي. فالعزم انقلاب اللي هنا اللي هو الفاكتور الستابيليتي اوفر تيرنينج اللي هو عزم الاتزان، بيحاول هو يقاوم عزم الاوفر تيرنينج الانقلاب للحائط اللي احنا شايفينه، فبالتالي بيحصل عمليه الاتزان. زي ما احنا شايفين الحائط اللي عندنا ده بيأثر عليه قوه افقيه، تحاول تعمل له اوفر تيرنينج عكس السويل بريشر، وفي هنا قوه لايف لود برضو بتأثر، وهنا قوه مقدارها اللي بتأثر على بعد اكس، في هنا دابيو حمل موزع يونيفورم لود بيأثر على البريشر برضو السويل، برضو في هنا ووتر او جراوند ووتر برضو بتعمل لي مثلث مياه بيعمل اوفر تيرنينج. دي اتش وول خصائص الحائط اتش 1 واتش دابيو اتش 2، والاتش ار اللي هي مكان القوة اللي بتأثر اللي هي الاتش هوريزنتال بالنسبة للنقطة اللي فوق. الاتش 3 اللي هي المسافة بتاعت ميل الحمل الموزع. لو جينا نخش على البرنامج بتاعنا، هنخش على سطح المكتب ونقول بروكن، ومن برنامج بروكن هقول له عايز some ready retaining wall design. المثال اللي عندي النهاردة هو مثال شامل، هقول له cantilever wall، هو ده المثال اللي احنا هنشرحه وهنتعرض ليه لكل حاجة. بالنسبة ل H1 الارتفاع اللي احنا شايفينه ده هندخله 5، ال H2 هندخلها ب 8 من 10، اما ال H3 اتفقنا اللي هي ميل السلوب بتاع ال horizontal force ممكن نخليها 0، فتبقى بالمسافة دي طلعت لفوق. لكن لو خليتها مثلا بكنترول زد 8 من 10 نزل لتحت، يبقى المقدار ال H3 مقدار بروز الحائط عن الحمل الموزع. ال HW اللي هي المسافة بتاعت الووتر ال H water او ارتفاع الووتر، لو خليتها مليكن 4 نشوف الفرق، فعلا ارتفاع المية عالة. نخلي كنترول زد تاني 2 و 8 من 10. الاتش ار دي لو في قوة هوريزنتال فورس تأثر هنا، يبقى مسافتها من المسافة دي لحد كل القوة الأفقية. هو طبعا هنا مهدنها لأن مفيش عندي هوريزنتال فورس. البي عبارة عن 55% اللي هي 55% ملي متر أو 55% متر، أما الدي عبارة عن 2.5 متر. هذا المسافة اللي هي البي ودي المسافة اللي هي الدي. لو دخلنا بعد كده على السي عبارة عن 4 من 10 اللي هي المسافة دي، وبعد كده الاف اللي هي المسافة دي مقدارها 70 سنتي، الاكس اف اللي هي طول الأدمة مقدارها 3 متر، الاي تي اللي هي السيكنس بتاع الأدمة مقدارها 3 من 10، الاي بي وهي المسافة اللي احنا شايفينها من تحت السكس بتاع الحائط من تحت،
كبر 50 ملي، والكبر للقعدة بناخده 50 ملي اللي هي 5 سنتي. ممكن اكبر الكبر ده عشان شغال دلوقتي فسات وفي مية، يبقى ممكن اخليه 70 أو 60. ونفس الكلام هنا، اخليه الحائط هنا اقلله شوية اخليه 40، تمام، او 45. بعد كده ال unfactored live load، ال live load هنا ناخده ال W هناخدها بواحد كيلو نيوتن على المتر المربع، ال B هناخدها بعشرة، الحمل الرأسي ده ناخده بعشرة، ممكن كمان ناخد ال X B مسافتها هناخدها تقريبا 1.3 متر، ممكن نخليها 1.5. هكذا ال L اللي هو نفس الكلام برضو، الحمل المؤثر ك line load. هكذا ال X L مسافته اللي بتأثر. بعد كده ال L H هي المسافة دي غالبا بنسيبها بصفر، والإكس هتبقى عبارة عن 45 من 100. لو دخلنا دلوقتي على ال general parameters الخاصة بالتربة، soil friction هناخدها 27 اللي هي الفاي، الفيل سلوب هنخلي ميل الفيل هنخليه ب9، ممكن طبعا نقلله ممكن نزوده. الوول فريكشن 20، البيتا بتاعت الكونكريت او الرو بتاعت الكونكريت ناخدها 25، الرو بتاعت السويل 18 اللي هي 1.8 طن على المتر المكعب. بعد كده الاف سي يو ناخدها 25 خرسانة، الفيلد 450، الفاكتور اوف سيفتي الاوفر تيرنينج 1.5، والسلايدنج 1.5، الاوفر تيرنينج الالتيميت ليميت ستيت ديد لود فاكتور عارفين اللي هي 1.4، اما اللايف لود ب1.6، الحمل الماكسيموم هنا ب400 كيلو باسكال اللي هو شايفينه قدامنا ده، البي 400 كيلو باسكال، السويل بواسون اللي هي النص، والديد لود فاكتور في الاوفر تيرنينج ب9 من 10. بعد كده لو اخترنا نوع السيوري هناخد الكولومب، والنوع التاني اللي هو رانكن نوتر كوماند هناخد الكولومب، ونختار نوع الحائط كانتليفر ولا سيمبلي سبورتد. زي ما احنا شايفين في قوة اشتغلت كأنها سيمبل سبورت او سبورت عند الحائط من فوق، لكن انا هقول له كانتليفر بس. مجرد ما توصل سيمبل سبورت بتظهر الخانة بتاعتها والمسافة بتاعتها في الجدول. بعد كده هقول له كانتليفر هات لي ديزاين دايجرام، بيجيب لي طبعا الفورسز اللي اثرت على الحائط والاستريسز ونوع الحائط والنظريه المستخدمه، الاوفر تيرنينج ب2.9 من 10 اللي هو الفاكتور اوف سيفتي، بالنسبه للاوفر تيرنينج في الالتيميت ب1.4 من 10، بالنسبه للسلايدنج او سليبنج ب1.15. احنا محتاجين ان احنا نرجع تاني ونزود المسافات، يعني ممكن نزود المسافة اللي هي ال XF خليها وليكن XF خليها 4، لاحظنا طبعا دلوقتي ان القيمة خلاص دلوقتي اتظبطت، لكن الشكل الهندسي اتغير